جاهز لننزع السوق. حجم عنقوده مميز، حجم حبه مميز، حملانه مميز مثل ما سبق وشرحنا لكم فيديو سابق. هالصنف طبعا من الاصناف الحديثة اللي فاتت لعنا على البلد. الصنف هو بدون بزر او سيدلس ما يسمى. نحن هون بحقل اخ مزارع من عندنا من المنطقة، معروف بشغله الحلو، شغل التقن، الله يبارك له برزقه. شفت عينكم عم نفرجيكم اكثر من عريشي، كلهم نفس الحملين، كلهم احجام على ايدهم مميزة، كلهم لون ممتاز. الصنف له عدة ميزات غير منظره الجذاب المميز. له ميزة الاستواء بهذا الوقت من السنة بحيث ينزل لحاله على السوق، ما اسع فيه كثير اصناف مستوية.